من قلب البحر وعلاقة العشق الأبدية التي نشأت بينه وبين أهالي قطاع غزة، وجد الصياد محمد الهسي في الصدف الذي يقذفه البحر على شاطئه فناً أحبه وأبدع في تشكيله، فكانت نتيجة هذا الانسجام بينه وبين العطاء البحر أعمال تشكيلية بصور مختلفة ليس بإمكانك إلا أن تقف وتتأملها بمجرد أن تمر بها. كنت دائما لما أروح المدرسة أكتب واجباتي وأحلها وتمام تمام، أحط الشنطة في البيت وأطلع على البحر. على البحر طبعا كنت أحب اللي هو الصدف هذا، صدف هذا كنت يعني مولع فيه، معشق كتير يعني بعشق كتير. ليش مش عارف، حتى يعني أمي كانت تقول لي يا أمي ليش بتجيبه، أقول لها يا أمي خلي بحب أنا الأشياء هذه. أهوال البحر ومخاطره وصعوبة رزقه علمت محمد كيف يصبر على قطع الصدف الصغيرة، ينتقيها بعناية ويرصها فوق بعضها ليشكل لوحة استوحاها من محيط حياته التي يعيشها باستمتاع وحب، يشعر معها بفلسطينيته وأصالة منبته وروعة أن يكون مبدعا. بدأت في اللي هو مركب صغير، يعني في لي صاحب برضو له هواية في المراكب يعني بصناعة المراكب، فبدينا نشتغل احنا وياه، ويعني يعمل عمل لي مركب صغير فبديت أشتغل فيه كبداية، وبدينا شوي شوي لما صرنا نكون وعملنا اللي هو المركب هذه لها مناظر يعني كويسة، وطبعا في جرار يعني كنت برضو أسويها أشكال يعني مثلا زي القدس. مجسمات مختلفة اتخذت أشكالا محفورة في القلب ترجمتها أنامله وهذه الأصداف لتكون هدايا قيمة لمن أحب أن يذكروا أعماله من أصدقاء وسواح. وعلى الرغم من أنه لا يمتلك متجرا يعرض فيه منتجاته، إلا أنه يصر على أن يستمر بالعمل بعزيمة لا تنضب. أمريكي يعني جنسية، أجا هيك فترة عنا يعني يعني بحب يتعرف على الصيادين، كيف أحوال الصيادين، كيف شغل الصيادين، فعملت له مركب صغير هيك. المركب الصغير هذا فقلت له هذا إلك، فكتب حتى كتبت اسمه عليه في الإنجليزي، كتبت اسمه عليه في الحلزون الصغير. في إقبال بس مش معروفة لأنه فيش المحل، فيش اللي يعني طبعا مكان اللي أحط أغراضي فيه، يعني أنا حاطط أغراضي كلهم عند صاحب بيته، حتى يعني ما فيش مكان أحط فيه. وطبعا بدأت أجر محل صعب لظروف المعيشية بس فقط يعني. من الجميل أن نعمل، ولكن الأجمل أن نحب ما نعمل، فالطبيعة بأصلها مصدر متجدد للحياة لا يسعنا أمامها إلا أن نبدع بتجدد. من بحر غزة، يوسف الأستاذ، تلفزيون وطن.